رجعنا لكم مفكرة ريمونتادا اللي كالعادة اللي كالعادة ما بنسيبش فيها حاجة. هنيجي بقى لزاوية مختلفة في بداية الفقرة، إخراج مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك، مباراة القمة ونهائي إفريقيا. مفيش مشكلة إن جمهور يكون عنده رأي، أي جمهور من حقه يبقى عنده رأي، بس المسؤول مفترض إنه بيقيم بناء على معيار الكفاءة وبناء على مجموعة من المعايير اللي ما فيهاش أهواء. ولو النهاردة أنا سمعت جمهور ما فيما يخص لقطة ما أو توجهه تجاه مخرج ما، أنا حطيت قاعدة لازم أمشي عليها. ده اللي كان حاصل فيما يخص أزمة جمهور نادي الزمالك، عمل هاشتاج تجاه مخرجنا المميز محمد نصر وكان بيرفض ان هو يخرج مباراة القمة. كان في ردود افعال كتير بقى يا اسامة، برغم ده غياب، يعني بيتكلموا عن غياب مهنية، والحقيقة يعني هنستعرض مهنية الاستاذ محمد نصر اللي اشاد بيها الكاف، ولكن الحقيقة اصلا الكابتن محمد نصر، الناس اللي هي اتفرجت على تصفيات كاس العالم سنة 93 كان في واقعة شهيرة جدا اصلا تم انتقاده على موضوعيته ومهنيته في مباراة مصر وزيمبابوي اللي اتصاب فيها مدير الفني لزيمبابوي بسبب إعادة المباراة، والكابتن ماجد طلبة ما حطش الكرة الشهيرة دي. فبالتالي الراجل أساسا من زمان من عمر العمر وهو راجل موضوعي ومهني، ولكن ربما يكون على التعليقات لأنه بينتمي للنادي الأهلي، فخلاص نخلي المعيار واحد ونخلي مسطرة واحدة بالظبط، لأن احنا عندنا طالما هنتكلم بقى فكرة اتجاه جماهير، لا جماهير النادي الأهلي متخوفة، والمرة دي مش متخوفة عشان بوست بيتكتب على الفيسبوك أو رأي إن أنا أهلاوي، لا متخوفة عشان وقائع حصلت فعلا. لكن تعالوا نشوفوا الأول المشرف على البرامج الرياضية في التلفزيون المصري كان تعقيبه إيه أو رأيه إيه في استبعاد الأستاذ محمد نصر. والله يا كابتن الموضوع أصلا يعني هو زاد وما حصلش حاجة، أصلا كان حاطين بلال ومحمد نصر أصلا كان مطروح، بس لسه ما خدناش قرار اللي هو يعمل مباراة ولا لا. بس لقينا جمهور الزمالك وفي واحنا في مبادرة لا للتعصب، اول ما لقينا المسائل زادت قوي ما تحطش اصلا على البلان يعني، وخاصة المباراة دي قلنا تعالى عشان شعار لا للتعصب هنحط مجموعة من المخرجين، حد مش واحد بس. اما ما لقينا وما كانش لسه محمد نصر خدنا قرار، لان هو كان لسه اسبوع كامل عن المباراه، يعني المباراه يوم الجمعه، فلقينا الدنيا كلها هاصت بدون داعي. فما لقينا احنا رافعين شعار لا للتعصب، اصلا محمد نصر مش محطوط في البلان ده اصلا خالص. يعني في بدايه الكلام كان استاذ محمد نصر مطروح، في نهاية الكلام وطبعا دخلنا كلمة نبذ التعصب، احنا كلنا هنا بنشيد بمبادرة نبذ التعصب، ولكن الحقيقة هي الفكرة كلها لازم نطبقها صح. ما ينفعش جماهير تعترض على مخرج لأسباب غير موضوعية، فبالتالي ان انا استبعده واقول ان هو بعد ما كان مطروح لا بقى مش موجود في البلان نقطة. ولو حسبنا بالمناسبة فارس، بس النقطة دي لو حسبنا لو حسبنا الأستاذ محمد نصر عن بوست كتبه بيعلم في اهلاويته على الفيسبوك، اعتقد ان الاستاذ الفاضل الاستاذ محمد ابراهيم واضح جدا ميوله برضو على الفيسبوك، فبالتالي نخلي معيار المهنيه والموضوعيه هو المعيار. ولكن خلاص عشان احنا مش فكره يعني متمسكين بمخرج ما، احنا عايزين في النهايه مخرج ينقل الحدث بشكل يعني يرضي جميع الاطراف. وبغض النظر انك فتحت الكادر قوي على نصر واديته حته زيمبابوي دي، بس كمان عايزين نقول ان الامانه الكلام اللي اتقال، يعني أنا فكرت اللحظة موقف محمد نصر إيه؟ لأن أنت عشان حتى تعفيه من الموضوع كان ممكن داخلياً يا أسامة ما صرحش بدون إعلان بالظبط، إنما الحتة دي معناها إن أنا بأقر ضمنياً إن كابتن محمد نصر متعصب، وده يا جماعة دور المسؤول. أنت أولاً زودت التعصب تجاه الجمهور تجاهه لأنك أقريت بده وأنت راجل مسؤول عن المنظومة، وحطيت الراجل في موقف تاني. حتى الحتة دي حبينا نقولها من الزاوية دي لأنها ما كانتش لطيفة. بس كمان أستاذ محمد إبراهيم قال حاجة مهمة جدا عن دور الحكم فيما يخص الفار، عشان المخرج دور المخرج فيما يخص الفار، ما الحكم بقى ليه دور كمان، مش هعديها لك بقى انت لو عديت لي بتاعت ميسي كنت عديت لي. دور المخرج فيما يخص الفار مهم جدا نقف عنده ونشوف هل المخرج بيتدخل في قرارات الفار
بحيث الصوره اللي بيعرضها هل بيعرض زاويه ما وزاويه لا، نشوف قال ايه عشان نفهم فنيا الموضوع ده قبل مباراه النهائي. لازم جدا نكون عندنا المعلومه دي. وعاوز اوضح حاجه تانية يا كابتن، برضو الناس للاسف مش فاهماها، المخرج لم يتحكم في شطات الفار اطلاقا. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. ده عربيه الفار بتاخد اوت كل الكاميرات، كل الكاميرات هي اللي بتاخد الاوت بتاع كل الكاميرات، يعني المخرج ملوش تاثير خالص، ملوش اي تاثير. وعربيه الفار هي اللي بتركب الكاميرات بتاعتها في الاماكن اللي هي عايزاها. احنا عايزين نفهم الناس، يعني عاوزين، هي هم بياخدوا كاميرات التلفزيون يا جماعه. حلو قوي. بكلها سواء 10 كاميرات، 9 كاميرات، 8 كاميرات، 15 كاميرا. وممنوع دخول اي فرد عربيه الفار، حتى المخرج ممنوع دخول. حلو قوي، حلو قوي. والحكم الفار مع الاوبريتور المخصوص للفار هو اللي بيختار الشطات. المخرج يا دوبك يحط الجرافيكس، المربع الناس بتشوفه اللي عليه شطات ما بيتحكمش في المخرج اطلاقا. ملخص الكلام، المخرج بس بيعمل كده. يعني الموضوع سهل جدا، المخرج ما بيتحكمش في لقطات معانا فيما يخص الفار. عشان كده هننتظر يا أسامة ان الكلام ده يطبق بالشكل المهني اللي اتقال، ومعيارنا مدى مهنية وموضوعية الكلام اللي بيتقال بيتنفذ بنفس الشكل ولا بيكون في كلام تاني. وما نشوفش اي حد يا فارس كمان بيتصور في غرفة الفار، حتى لو الحد ده كان مسؤول وبيدعي ان هو مش مسؤول، لكن الموضوع بالنسبة لنا هو موضوع عدالة تامة. وبالمناسبة محتاجين تركيز جدا على الأوبريتور الموجود، ولازم يكون في حد احتياطي ليه، لان في مباراه الزمالك والرجاء الاوبريتور الاثنين جالهم فيروس كورونا، فكانت في مشكله في غرفه الفار بيعاني منها الحكم في بعض اللقطات، مش عارف يعيدها الاوبريتور بشكل كويس للحكم. فهنا حابين ناكد على النقطه دي تحديدا، لازم يكون اوبريتور مباراه النهائي الافريقي يكون له حد احتياطي ليه بيجيد التعامل، عشان ما نقعش في مشكله زي مباراه الزمالك والرجاء. لكن عندنا برضه في مشكله الزمالك والرجاء كانت مشكله اخراج تلفزيوني، مش احنا بقى اللي اثارت غضبنا، ده الكابتن هيثم فاروق المنتمي لنادي الزمالك هو اللي اثار غضبه الموضوع، وكان له تعقيب على اخراج المباراه التلفزيونيه. نطلع نشوف قال ايه. متضايق من افرح اخراج المباراه، متضايق جدا الكاو. اولا الهدف الرابع ده ما اتحسبش، 3-1 النتيجه، الماتش ده 3-1 والكره تسلل، وفريق رجاء لعب تسلل، تحيه طيب لفريق رجاء. ممكن. طبعا الهدف الثالث ما فيهوش تسلل وشفنا الاعاده، انما هدف من شرقي طبعا تسلل ولم يحتسب، ومش عارف الناس اللي في الملعب بتعمل ايه، والاخراج بيعمل ايه. طبعا يعني انتماء الكابتن هيثم فاروق معلوم للجميع، ودي لقطه جات له بعد ما المباراه انتهت بالظبط، وانتقلوا على الاستوديو التحليلي، فكان برغم الصعود للنهائي ممتعد من فكره اللي حصل في هدف اتحسب واتلغى واتحسب نتيجه 4-1 3-1، واثار غضبه برغم الصعود للنهائي. فارس كان الاخراج التلفزيوني مبدي علامه استياء كتيره جدا على وش الكابتن هيثم فاروق. لا، ما هو نفس الاخراج كان مباراه تانية، هي حسنيه اغادير بالظبط. عايزين بقى نعرف مين الاخراج لما نشوف اربط المشهد ونبدا نشوف كابتن هيثم فاروق في لحظه فاصله في مباراه حسنيه اغادير في الكره اللي جنش كان بيتعامل عليها على خط المرمى، كان راي كابتن هيثم فاروق في دور الاخراج ايه، والصوره اللي اتنقلت للناس كان تعقيبهم عنها ايه. نطلع ونسمع الفيديو. انا عايز اقول لك حاجه بامانه، دي لو نادي الزمالك انا كنت اقول لك هذا، انا متاكد. شو لو دي لنادي الزمالك انا كنت اقول لك هدف. خلاص انا وصلتني الاجابه. اوكي، ولكن المشكله مش لانك انت احيانا هيثم. لا لا لا. امامك أنا في امامك ضمير مهني بالضبط، انا في الحق. امامك ميثاق الضمير المهني بعيدا عن الانتماء، في فيها شك هدفها حقيقه، في مشكله واضحة. كبيره جدا، مشكله عند مخرج المباراه. صح، مخرج المباراه ما عداش ليه، خصوصا ان الحكم خلاص خد قراره مش جون، لازم يدينا القرار النهائي. يعني انا محق ان انا سميتها حاله. اه بالظبط، من الصعب انك انت تجزم. وبعدين احنا كنا بحكم في زاويه واحده على المخرجين الافارقه والكاميرا مان افارقه، ان هم ازاي ما بيعدوش الحالات فيها شك. خلاص الحكم خد قراره، الحكم ما خدش فيها قرار، ولا المساعد رغم ان انت قلت المساعد واقف في مكان ممتاز، الحكم عمره ما خد فيها قرار، هو المساعد رغم المساعد بعيد ولكن واقف على خطه، ولكن لا دخل قرار ولا دخل قرار. اذا مخرج المباراه هو اللي عنده مشكله، هو اللي خلينا نقول مش جون او جون، جون او مش جون، وخلينا نشك في اللعبه اكتر ما عندكش جون لاين تكنولوجي في افريقيا كلها. طيب زين عزيز اكد ان هي هدف، وانا حسب الصوره هاي والزاويه هاي ان هي اكيد 100% هدف. شوف ممكن هيثم لو كانت للزمالك. لا انت كنت عايز تاخد مني اعتراف انها هدف. اه
انا شك انا نخاطب في ضميرك المهني. انا شك انها مش هيتم فاروق الزملكاوي شك انها هدف. انا ما اقدرش اجزم بالكاميرا دي عمرك ليه؟ لان الكاميرا دي خدعه دي من الامام. كاميرا جانبيه هتخلي الكل يصمت. ما حتى كانت هناك في اعاده اخرى مخرج عنده مشكله كبيره جدا، كانت من تحت مش واضحه نهائيا. فيها شك انها تكون هدف. انا معاك فيها شك انها تكون هدف، ولكن المخرج عنده مشكله كبيره جدا ان هو بيبعد عن الحقيقه، لان من الكاميرا الجانبيه هتقدر تفصل. اتفهم موقفك تماما كابتن هيثم. انا نفس الاخراج، ولكن المشهد هنا عنوانه غياب المهنيه، بمعنى كابتن هيثم فاروق بيتكلم في شيء واضح جدا، ان لو انا ما كنتش بشجع الزمالك كنت هقول ان هي هدف. مش فاهم الجمله دي اتقالت ازاي، لانها جمله خطيره جدا بتعكس حاجات كتير جدا في تحليلات كابتن هيثم فاروق. كمان في نفس الوقت الكره اللي كانت تخطيطها بالزاويه دي والناس مش قادره في حدث مهم جدا زي ده تشوفها من اكتر من زاويه عشان توصل لقرار، ده كان ابعاده ايه؟ هنشوف مع اسامه. لما يكون فارس نفس المباراه بنفس الاخراج كمان يتعقب عليه من كابتن هيثم فاروق اللي هو بينتمي نادي الزمالك، في مباراتين للزمالك بيحصل اثاره جدل تحكيمي في لقطات معينه، في اللي ما بيتعادش منها وفي اللي مش من زاويه واضحه، لا لازم هنا نقول بقى هو ده اللي احنا مش عايزينه يكون موجود في مباراه القمه، لان كمان لما نسمع راي المخرجه في مداخله بعد ماتش حسنيه اغادير والزمالك هنعرف ان الموضوع ما كانش مهني بالمره. نسمع راي المخرجه ايناس عثمان. لقطة الجدل الكبيرة اللي هي بتاعت لقطة حسنية أجدير، عدت الخط ولا لأ؟ ليه ما تعدتش؟ بص حضرتك لو رجعت شريط الماتش هتلاقي إن اللعب اتلعب بسرعة جدا. أول ما لقيت وقت فاضي عدتها اتعادت؟ اتعادت. أي لقطة؟ راجع شريط الماتش أي لقطة؟ لقطة الجون اللي هو المشكوك فيه الجون أو من على خط المرمى، هي كانت على خط المرمى وجن يشبهها على خط المرمى. اتعادت في نفس الماتش ولا بعد الصفارة النهائية؟ في الماتش، في المباراة، في أواخر المباراة، في أواخر المباراة. طيب من خلال رؤية حضرتك بالكاميرات المختلفة عدت الخط ولا ما عدتش؟ لا ما عدتش الخط. ما عدتش بكامل استدارتها يعني؟ لا 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 لا. كان في أكتر من كاميرا جايبة اللقطة أكيد يا أستاذة إيناس مش كده؟ يعني من كذا زاوية. أكتر من كاميرا من كذا زاوية. أنا بحاول أفتكر إعادة أنت إن أنا تابعت الماتش كله، بس شفت إعادة جول إبراهيم حسن اللي اتلغى. ابراهيم حسن اتلغى وهي الكره جت في بطنه برضه، هي برضه كان المفروض تبقى جون. ما جتش في ايديه برضه، في بطنه. لا وكره حسنيه اجادير بقى من ما عدتش خط المرمى. طيب جميل، نعمل الربط كده هنا. ما تحاولش بس الفكره اللي مخرجه كمان، احنا بقينا نستدعي المخرجه، وبشكر طبعا هنا هتحط على الحوار اللي تم معاها ان هو اصلا ذكر انها فعلا ما اتعادتش، وانا ما اعرفش اتعادت امتى على حد كلام الاستاذه ايناس عثمان. الحقيقه ما اتعادتش، وكمان بتقول رايها في الكره وبتقول انها ما اتعادتش خط المرمى، وهدف ابراهيم حسن جاب بطنه، وبرده بتتكلم من فكره التشجيع التام اللي هو بالظبط قاله الكابتن هيثم فاروق لسه معقب عليه فارس. انا كزملكاوي لو هي للزمالك هقول جول، مش للزمالك هقول ما عدتش، وده بالظبط اللي عملته المخرجه. طب ما اسهل من كل ده، ما الاخراج يبقى شايف شغله كويس وننزل الكادرات من كذا زاويه ونجيب اللقطات من كذا زاويه ونسيب الحكم المشاهد. ده دور المخرج يا احمد، عشان كده عايزين الفيديو الاخير ده على لسانها برضو ولها كل التقدير طبعا، عشان نشوف بعد كده دور المخرج ايه ونقدر نحاسب عليه ازاي. نطلع ونشوف الفيديو. لو ما كانش في مجال لإعادة اللقطة عشان الماتش سريع، بتختاري أي وقت تحديدا لإذاعة اللقطة؟ في أي بقى، أي أوت بقى، فاهم ازاي؟ أي حد فاول مثلا وقعدوا في فترة كده أختار الوقت ده. بس ما أقدرش اللايف عندي أهم من الإعادة. اللايف عندي أهم من الإعادة أكيد يعني، أكيد صح. هو الفكرة إن أول ما الكرة اتردت في واحد وقع على الأرض، فلاعيبة المغرب اتجمعوا على الحكم. هنا توقعنا إن اللقطة هتتعاد حوالي دقيقة، توقعت إن هي تتعاد، عشان كده يمكن لو حضرتك عدتيها ما خدناش بالنا بعد كده اتعادت إمتى يعني. لا بس أنا كنت بعيد الفاول برضو اللي هو سبب في الجدل برضو، ما هو كان الفاول برضو كان في جدل، ما هو النهاردة بس كان في شوية جدال كتير يعني. مظبوط. فأنا عشان ألم الماتش كله فما كانش يهمني قوي الإعادة قد اللايف ما يهمني. أيوه تمام. بس اوكي تمام. هل بيطلب حاجات معينه من فكره الاعاده او لا، ولا دي بتبقى راجعه لقرار او مهنيه المخرج يا استاذه ايناس؟ لا مهنيه المخرج. لا 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 ما حدش بيفرض علينا اي حاجه، مهنيه المخرج. تمام. مهنيه المخرج دي رسالتنا لايا كان المخرج اللي جاي. انت عين المشاهد اللي قاعد في البيت مش شايف حاجه، ما تتغاضاش عن اي احداث، لان ده امانه مهنيه بنطالبها منك.
خاصة انها يعني كان عندها أهمية كبيرة جدا انها تعيد الفاول، لكن الهدف ما فيهوش أي أهمية للإعادة. كنا حابين نوضح مخاوف الجماهير مبنية على إيه؟ مبنية على أحداث ومواقف شايفينها، وبنأكد على دور غرفة الفار والأوبريتور الموجود عشان يكون في اطمئنان لدى الجميع، جماهير أهلي وجماهير نادي الزمالك.